أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل تشرع صلاة الركعتين بعد طواف الوداع في الحج، أم أنها بعد كل طواف يشرع أن يصلي ركعتين؟ نعم، ركعتان بعد الطواف مطلقة، سواء طواف نسك أو طواف نفل، صلي ركعتين، قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى ركعتين من ليل أو نهار. فكل من طاف فإنه يصلي ركعتين بعد الطواف. نعم.